معدل ضربات القلب بتزيد، ارتفاع بضغط الدم، ارتفاع بمستويات الأدرينالين، تعابير وجهنا بتتغير، صوتنا بيعلى، عينينا بتحدق، وكتار كتار العوارض. وأكيد أكيد ما عم بحكي عن الحب. اليوم حلقتنا عن الغضب. برافقنا فيها ضيفنا الدايم، الاستشاري ومدرب حياة العلاقات، الحائز على شهادة لاهوت من جامعة الحبرية لسلطانة الروس الروما، لايف كوتش بشارة الحداد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك شارل، وميرسي على استضافتك. اليوم بعد ما حكينا عن الوجع وعدنا مشاهدينا، اليوم نكون عم نحكي عن الغضب. نعم. رح نروح دغري على نص الإنجيل ومنرجع سوا لنحكي أكثر عن الغضب. ولما عاد يسوع استقبله الجمع لأنهم جميعهم كانوا ينتظرونه، وإذا برجل اسمه يائيروس وكان رئيس المجمع، جاء فارتمع على قدمي يسوع وأخذ يتوسل إليه أن يدخل بيته، لأن له ابنة وحيدة عمرها نحو 12 سنة قد أشرفت على الموت، وفيما هو ذاهب كان الجموع يتحمونه. وكانت امرأة مصابة بنزف دم منذ 12 سنة، ولم يقدر أحد أن يشفيها. دنت من وراء يسوع ولمست طرف ردائه، وفجأة وقف نزف دمها. فقال يسوع: من لمسني؟ وأنكر الجميع. فقال بطرس ومن معه: يا معلم، إن الجموع يزحمونك ويضايقونك. فقال يسوع: إن واحدا قد لمسني، فأني عرفت أن قوة قد خرجت مني. ورأت المرأة أن أمرها لم يخف عليه، فدنت مرتعدة وارتمت على قدميه، وأعلنت أمام الشعب كله لماذا لمسته وكيف شفيت للحال. فقال لها يسوع: يا ابنتي، إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. شارة، شفنا النازفة وشفنا هالحدث، وين في غضب؟ وين في غضب؟ يسوع طالع ومعه هالتلاميذ حواليه، رايحين يعملوا العجيبة. عند مين؟ عند حدا كتير مهم. إذا يسوع زبطت معه العجيبة، بيعلى شأن يسوع، ونحن بناخد المراكز ومنصير حده فاعلين بالمجتمع. مين نحن؟ الرسل. ما نحن عم نفتش على الملك اللي بده يجي يخلصنا. فهيك ببلش انه يسوع قدر بلش يتواصل مع الاشخاص النافذين اللي معهم مصاري، تتصير شو تنصير احلى واحسن. وكل هالخبار اجى حدا دق بيسوع. يسوع ما بيقبل حدا يدق فيه او يعيط له او يلمسه بلا ما يعطيه حقه ويسمعه ويطلع بعيونه. وقف، تعاطف وتفهم 100%. وقف، بده يتطلع بمين، من وين لوين راحت هيدي النعمة اللي طلعت منه. هلا اكيد هو بيعرف كل شيء، بس بده يقول له للانسان هو هالقد مهتم. شو عم بيصير برايك براس الرسل؟ هو يسوع عم بيضيع الوقت بالنسبه لهم، عم بيضيع وقت. ما يلا بسرعه هلا بتموت. بالنتيجه هن يعني لقيوا عجقة، انه بحس انا انه عم تسألنا مين دق فيك، انه بهالعجقة كلها انه اللوجيك يعني مشينا بدنا نمشي. صح، يعني هني لمرحلة اولى زعلوا، يعني حزنوا. اللي بيحضر اول حلقة بيعرف انه في اشياء خاصة بنحنا بنعملها بتوجعنا. هيدا حزنه انه عم يتأخروا على الوقت، وبركة ماتت قبل ما يوصل. ليك، كل انسان بينوجع بيجي حده شعور اسمه تعصيب الغضب. تعصيب الغضب منه وراثي من طبيعتنا، بيجي نتيجة الوجع. وهيدي المقولة هون بفتح لين تقول هيدي المقولة انه انا طبيعتي عصبية، انا بي عصبي فانا عصبي، هيدا شيء حكي عادي ومنا جينيتيك ولا وراثية ابدا. ابدا. تخيل انسان مثل ما ذكرنا ذات الكلمة قبل يكون عصبي بالوراثة، يقف قدام الله يقول له: يا ابني ليش عملت بحالك وبالعالم هيك؟ يقول له: ما انت خلقني عصبي. اكيد لا. التعصيب هو ألارم بيجينا انه هيدا الشعور نحن عم نتعرض له نتيجة وجع صار معنا. انا بنوجع
بعد الوجع ما عرفت اتعامل مع الوجع، بده يطلع الغضب والتعصيب، وبدي بلش طلع هيدول الحسيس والمشاعر يلي ذكرتهم بالمقدمة. إذا بدنا نقول هيك بعد تعريف منك أكثر، شو الغضب؟ هيك تعريف دقيق. الغضب هو إنسان بطل يقدر يسيطر على حاله، صاروا ردات الفعل هن المتحكمين فيه نتيجة وجع تعرض له. طيب شو مصدر الغضب؟ الوجع. الوجع. كرمال هيك في هون منبلش نشوف انه يا في وجع بيوصلني للهاوية والدمار، يا في وجع بعرف عالجه ويتحد مع يسوع تأخلص من الغضب تبعه. هون كتير اساسي، لانه اذا ما عرفت رجلج الوجع ورحت بالطريقة الغلط اجباري بده يطلع الغضب نتيجة هالشيء اللي تصرفته. طيب اذا بدي احكي عن تصرفات، نحن حكينا بالحلقة الماضية شوي افعالي ممكن تسبب الام لغيري، وهيدا نعم. الغضب اكيد واحد من هالاسباب أكيد. اللي ممكن تاذي على الاخر. نعم. اليوم بحياتنا قادر تعطينا هيك امثله غضب انا ممكن تطلع معي وممكن يكون عم باذي فيها غيري، وانا معتبرها يمكن من حقي انه ما هي طبيعيه، وشو معقول تاثر على الاخر؟ يعني غضبي انا اليوم عصبت، ليش الاخر بينأذى مني؟ لانه نحن بتواصل بعلاقات مع بعضنا نعم. وعلى صوره الله ومثاله، بهيدي الطريقه ما بننوجع. كيف انا ممكن سبب غضب للاخرين؟ رح اعطي اكزامبل كثير صغير، لان الاكزامبل الكبير هي نعرفه وقت نعمل ضرر كثير قوي. بكل بساطه مرتي كل الوقت بتقول لي هي بتحب الفتوش، عم بعطي اكزامبل كثير بسيط. نعم. جيت انا عزمتها على مطعم وطلبت لها تبوله بهالبساطه مش اكثر، شو بدها تحس؟ بدها تحس انه انا ما اهتميت فيها، ما بعرفها مزبوط، بنوجع. إذا ما عرفت شو بدها تعمل بوجعها إيه وبدها تلومني بيطلع عند الغضب دغري. عرفت كيف؟ يعني هو الغضب تابع للوجع. يعني أوقات أنا انوجع، ممكن انوجع من غضب الآخر اللي أنا سببه. أكيد، ما هي بصير هيك مثل سيركل نفوت ببعضنا. هي غضبت، أنا شو بدي يجي على راسي؟ شو بدي أتلقى؟ ييما أنا عازمها على أحلى مطعم، شو بها صاير فيها هيك ما بتضحك للرغيف السخن؟ يعني أنا رجعت انوجعت، ما بعرف كيف بدي أتصرف، يرجع بيطلع غضب، بنقضيها، تلقمن على بعضنا وهيك تلقمنة بيأدي، أنت ما نقول كلمة أكثر على الهواء، وهيدا هو التعصيب، بنبلش أفعالنا تصير مش هي اللي نحن إذا كنا مرتاحين بنعملها. هلا تفضل. هون بدي فوت على نتائج الغضب. يعني بتصور ماشيين ماشيين على نفس الطريق، نتائجه حكينا انه في سيرك فيسيو بنفوت فيه، بنفوت بصراع، وشو بعد ممكن ياثر علي بحياه الغضب؟ يلي بياثر التصرف اللي بتبناه. يعني في هلا هون ليك الغضب، وقت نقول غضب كثير ناس بيفكروا انه بس وقت اعيط وصرخ وهيك. الغضب ممكن يكون بكثير، يتمثل بكثير اشياء. انا مثلا من الاشخاص وقت اغضب بفتح البراد، بشغل بالاكل، في ناس بيروحوا بيناموا، في ناس ببطلوا يناموا، في ناس بيصير ردات فعلهم كتير مأزية. ليك الغضب بخليني اروح على الاكستريم تبع التصرف، الاكستريم من الجهتين. يعني يا بنام كتير يا ما بنام ابدا، كل شيء ببطل في اعتدال بتصرفي، وبتصير حكياتي ما فيهم كتير منطق. الانسان الغضبان عم يجرب يقول للاخر انه انت وجعتني كتير وحس بوجع. هيدا هو الغضب. يعني بمطرح يعني بفهم انا انه الغضب ممكن تكون صرخه استغاثه. ايه مثل ما قلت لك قبل بشوي، هو الارم. الارم انه هون في شيء بدي ظبط، ولكن صرخه استغاثه بس القرار انا بملكه. يعني كانه عم اقول انا راسي عم يوجعني، راسي كثير عم يوجعني هيك بحديه، بس انا اللي بقرر اقوم اخذ الدواء لان دواء حدي. يعني دايما القرار هو اساسي بحياتنا. ما فيني لوم الاخرين على شو صاير معي. ما فيني لوم حدا. اكيد الاخر اذا كان جيد بيساعدني تكون جيد بحياتي، بس اذا لسبب معين الاخر تصرف غلط، مش هيدا بيعطيني الحق انه انا اغضب وعصب واتلقمن على العالم. يعني مثلا بكل بساطه، هي خلينا نعطي شيء من واقعنا الحالي، نحن عايشين بازمه عم نقطع فيها بلدنا. صحيح. عم نتعرض لألم كتير وأكتر من ألم، تروما بتروما فايتين ببعضهم هلكنا. طيب هل هذا بيبرر لي سوق مثل ما نحن عم نسوق هالفترة؟ هذا شو هو اسمه؟ إذا بتقول له ليش عم تسوق هيك؟ بعد ناقصني ما أنا معصب وبصير ممكن يصير زد كلمات كتير نابية.
هيدا ما بيبرر، مش يعني إذا أنا انوجعت إلي حق فوت وأعمل هيك ووجع غيري. أكيد أكيد أكيد، لأنه ولا مرة أكت غضب بيطلع ما بيوجع الآخرين. أنا بتذكر هيدا شي حقيقي وبدي شاركه على الهوى معك شارل. في مرة كنت بصراع أنا ومرتي وعم نتشارع وأنا غضبان وعم بحكي على صوت عالي وطلع صوتي وعيطت. ثعبت إنه بنتي حد، بنتي كانت صغيرة يمكن عمرها بست سبع سنين تقريبا، طلعت فيها هيك إنه كنت إنه طبيعي أنا أطول منها، طلع فيها هيك شفتها هيك عاملة عم تطلع فيي شادة دينيا وهيك وعيونها مغمضين قد مخيفانة. هيدا الغضب اللي أنا نقلته ما أثر على إنساني بوجه ووجع؟ فأنا بدي أنتبه على كل تصرف بعمله لأن أنا مسؤول عنه وأنا سيد القرار. أوكي. نعم. طيب كيف بسيطر على الغضب؟ يعني أنت قلت شوية خبال، تفشت خلق، أكل، مشكل، هيك بسيطر؟ لا أكيد لا، هدول كلهم من نوع مثل مخدر بيسيطر 20 دقيقة 30 دقيقة. وخاصة أكثر شيء شائع عنا بالكولتور تبعنا إنه أنا ما فيي ما أقولهم، علقانين هون إذا بقولهم فيش خلقة. هيدا تعبير غلط متعلمينا من التراديسيون تبعنا بتأذي الإنسان. ما في شيء بيكون علقان هون، وأنا إذا طلعت وجرحت الآخر اللي بوجهه ما برتاح، أنا وعم طلعهم بفكر إنه ارتحت، أعطيه لهالإنسان دقيقتين بيرجع بفوت بالذنب وبينوجع أكثر. طب أنا هون عندي سؤال. نعم. إنه بمطرح ما ردة فعلنا هي ردة فعل لا واعية. يعني هي بتطلع بعمل ردة فعل وبقول أوقات بس كون غضبان صرت أتصرف بلا وعي. عم برر لحالي. عم برر. أكيد أكيد. أنا بكل لحظة مسؤول عن كل عمل بعمله. طيب واللا وعي وقصصه كل هالعلم يلي مناخده بهالإطار هيدا؟ أيام زمان كان في عدة فلاسفة بيقولوا إنه اللاوعي بيسيطر على الإنسان. نحن بالمدرسة ومسيحياً وبتعليم الكنيسة الكاثوليكية نحن منقول الوعي هو اللي بيسيطر على اللاوعي. في ناس بعدهم على الفكرة هديك وبيحبوا للفيلوزوفيا اللي بيقول هيك، بس أنا ما بتبنيها هالفكرة. تخيل شارل، انت بعد ما اجى الاوردر من اللاوعي على الوعي تبعك وانت بعدك غضبان وبهالثانية خلصت حياتك، شو بتعمل؟ شو بتقول له لالله؟ اللاوعي بعد ما اجى بعت الاوردر وانا هلا صرت مش معقول يكون عم يتفهمني بهالحالة اللي انا فيها؟ يسوع كتير حنون وملك الحب، هو الحب بس هو كمان عادل، والعدل هيدا بده حلقة لوحده مربوطة بالحب. إذا ما بيكون عادل يعني ما بيحب. فإلهنا بيحبنا كتير بس لا ما فينا نضحك عليه لأنه بيحبنا كتير، ما فينا نستغل هيك بعض التفاصيل لحتى نكون هو ما فينا نبرطله. لا لا أكيد لا. مشاهدينا بنصوص كتير بالإنجيل منشوف الغضب، وأكثر مطرح منشوف الغضب بقوة خلينا نتذكر درب الجرجلة يلي بلشت مع قيافة يلي غضب كتير، والإجرام يلي صار بدرب الجرجلة وبألم يسوع، وشو كلف وجع هالغضب، شو كلف وجع. بالقسم الثاني من حلقتنا من بعد ما نسمع هالنص الثاني من الإنجيل خلينا سوا نشوف ربنا كيف داوى الغضب. أما هو فأراد أن يبرر نفسه فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع في أيدي اللصوص وعروه وأوسعوه ضربا ومضوا وقد تركوه بين حي وميت. وصدف أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق ورآه فمال عنه ومضى، ومر أيضا لاوي بذلك المكان ورآه فمال عنه ومضى، ولكن سامريا مسافرا مر به ورآه فتحنن عليه ودن منه وضمض جراحه ساكبا عليها زيتا وخمرا، ثم وضعه على دابته وذهب به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد أخرج دينارين وأعطهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به
ومهما أنفقت فأنا أوفيك عند عودتي. فما رأيك؟ أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فقال الذي صنع إليه الرحمة، فقال له يسوع: اذهب واصنع أنت أيضا كذلك. مشاهدينا، شفنا قصة السامر الصالح، ويمكن كتار بيناتكم عم بيسألوا شو خص السامر الصالح بالجواب على الغضب. بكل بساطة، إنه اليهود والسامريين ما كانوا يحبوا بعضهم، وبالمبدأ نقص الحب بينتج عنه غضب ووجع. لكن كان في سر بقلب هالنص مخبى ورا كل هالقصة، يلي سمح للسامري انه يساعد هالشخص يلي كان واقع، اليهودي يلي كان واقع على جنب الطريق. شو هو هالسر بشارة؟ هيدا السر اللي بيعمل شفاء لأغلبية علاقاتنا، هو نسامح. المسامحة والتصالح مع الله. أنا بمجرد ما انوجع واغضب، إذا بعرف إنه قيمة وجعي مش بتلقطي بالغضب، إنه اتلقط فيه لأنه هيدا عم يأذيني، وبسامح بوصل للشفاء. لحظة بس بشارة، تنكون متفقين يلا إنه هالقسم هو من أصعب الأقسام رح يكون عم نحكي فيها. أكيد، لأنه المسامحة كتير نسمع عنها، نعم، بس شيء كتير كتير صعب. أكيد صعب. يعني أنا وغضبان بدي سامح، بدنا مفاتيح سماوية لحياتنا الأرضية بشارة. أكيد. بدك تعطينا إياها. المفاتيح السماوية أكيد. قبل ما نبلش بالنقاش حول هالنقطة بدي أقول لك شغلة. ربنا بيعطي النعمة تنقدر نعمل هالشي إذا منطلبه. ربنا أوكي. ما بيقعد هيك وبيوزع هيك بصير زاد زيت للكل، بيعطيك باكج نعم باكج نعم، مش هيك. بيشتغل مع كل إنسان بإنسان وبكل لحظة بلحظته حسب حاجاته. أكيد. وقت يكون غضبان بيعطيه النعمة والمقدرة يطلع فوق غضبه إذا هو بده. إذا هو بده. إذا كيف أنا اليوم غضبان، نعم، معصب، مسؤول عني بالشغل أرزني، صديقي ما بعرف شو عامل بحياتي، مرتي ما بعرف شو تصرفت، ولادي عم بيعيطوا، كل هيدول بيسببوا لي غضب يمكن بمطرح ما بحياتي، الوضع العام كل هيدول خلقين لي غضب. أنا كيف بدها تجي على راسي فكرة المسامحة؟ منيح، معك حق إنه هيدي من أصعب الأشياء، بس خلينا نتخيل الغضب مثل حجار. أوكي. حجارة تقيلة، نعم، حطيتهم بشنطة على ظهري وأنا ماشي على الطريق، نعم، أنا ما بدي زدتهم، ليش بدي زدتهم؟ طب ما أنا انوجعت ودافع حقهم دم بالتعبير تبعنا. بدي روح على المدرسة أنا وحطيتهم، بدي أوصل أولادي، بدي أرجع أتعاطى مع مرتي هن والحجار على ظهري، بدي ارجع على شغلي حجار على ظهري، بدي نام فيهم يا الحجار، واوقات بدي اطلع طلعات وبدي كمل حياتي بالسواقه بالاكل. شوي شوي كل ايدي بتتخدر من هون، ورح بطل الفونكسيون تبع جسمي يشتغلوا منيح. يعني اذا انا عندي باور 100% رح صير عم بشتغل 10% من قوتي، وعم نقلش ما عم لحق، وليش الوقت قصير ما عم خلص الشيء اللي بدي اعمله. ليه؟ لانه في تقل انا حامله. أنا هيدا التقل إذا بشيله عني بستاهل إركض. أنا معمول تأركض تأشتغل بكل أعضاء جسمي. إذا الغضب بده يكبل لي قسم كبير من أعضائي، لكن خليك فيه إذا بدك، إذا أنت مرتاح هيك، بس ما تنق ليش مش قادر تطلع تصرفات جيدة. أوكي. فإذا الغضب إيه، أنا حامله وبستاهل، لأنه أنا بستاهل كون إنسان جيد ومرتاح اتحرر منه. أنا بدي أقول لك شغلة كتير حلوة أوقات ما بننتبه لها. نحن أول ما نصلي بنصلي، كل واحد منا بيصلي كتير إشياء، بس الرئيسية يعني ما حدا ما بيصلي الأبانة. صح صح. فالسر شو معنات؟ واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأسى إلينا. يعني أنا عم بتوجه للخالق عم قل له سامحني، بس ليك ما تسامحني إلا ما أنا سامح. أنا عم حط على حالي هذا الشرط، شو بدك نعمل؟ عم حط على حالي الشرط، بس بدي أعرف كيف بشارة، كيف بسامح؟ بسامح؟ في كتير نقط ممكن يساعدوني. أول نقطة إذا بدنا نحكيهم هيك بوينت ورا بعضهم، أوكي. أول شغلة أنت بتستاهل،
وهيدي منه كلمه مش عم بيض وجهك. انت بتستاهل بمعنى مين؟ انا يلي غضبان ولا انت يلي غضبان منك؟ انا اعتبر انت غضبان. نعم. وانت انت موجوع نتيجه غضبك. انت اذا سمحت الشخص اللي اذاك انت بتستاهل بترتاح، لانه نحن شو بنفكر؟ اذا الانسان الغضبان سامح ارتاح يلي اذى. هو مش مربوطين ببعضهم، هيدا عمل فعل اذى وراح. طب خلينا نعتبر يا شر انه اللي اذاك مات وانت الغضبان، انت ما بتستاهل ترتاح؟ طب ما هديك مات، هديك اذاك وفل، صار بغير ضيعه، وانت نتيجه غضبك مش عم تعرف تحكي كلمه حلوه مع مرتك، انت ما بتستاهل ترتاح من هالوجع؟ بلا. المفتاح تترتاح انه بدك طعم تقيمي للوجع مثل ما حكينا باول حلقه، وتوحدها مع الام يسوع، تكون عطيت قيمه للوجع، بتصير هين عليك تاخذ قرار تسامح. انت عم تسامح كرمالك مش كرمال الاخرين. اكيد بدك نعمه من السما وربنا، ومجرد ما تقول له بليز مش عم بقدر اعطيني النعمه، انا ما بعتقد تاخذ معه اكثر من ثواني تيبعتها. من الله يعني تنزل لعنا دغري. واوقات كثير نحن بحاجه تنسامح، لانه ياما نحن بنغلط وبيسامحونا. والانسان اذا ما سامح بتعرف كيف بيصيروا تعبير وجهه؟ مثل ما حكيت بالمقدمه. صح. بدي اقول بعد شغله، هو الوحيد اللي بيكون مفكر انه ما حدا شايف انه وجهه هيك. انا وقت اغضب ما بعطي سلام، بكون كلني معبق، بطلع صوره الله اكيد، وبكون عم بعمل ردات فعل كتير، وبفكر انه انا اذا ابتسمت عم غش الناس بالبسمه اللي عم ببتسمها، بس بالعيون صادقين وبيفرجوا شو في جوا. فالغضب ما بيأذي غير الانسان يلي غضبان. كرمال هيك المسامحه بدها فعل تواضع، ونحن مفكرين انه اذا منتواضع هذا شيء كتير صعب يا شال. يعني بمطرح ما عم فكر انه المسامحه كثير منا بيفكروا ان هي ضعف. صح صح، لان انا اذا سمحت يعني تنازلت، اذا سمحت يعني تنازلت عن حقي. ايه بمطرح ما. ليش مين قال ان المسامحه هي مصالحه؟ وجع راح دعان وهيك وعلى الفاضي. بدنا نحضر اول حلقه. اوكي. وجعنا الله اللي بيعطيه قيمه مش الانسان. اوكي. إذا ما عرفت الله يعطيني قيمة لوجعي، إذا كل البشر على الكرة الأرضية عرفوا أنا شو انوجعت ما له طعمة. ما بيفيد. بيقولوا لك ليش بدك تنوجع؟ أنا بستاهل سامح لأنه أنا إنسان جيد. وهون بس من ننوه تما نفهم غلط، مسامحة مش يعني مصالحة مع الآخرين. أوكي. أنا إذا شخص اعتدى على بنت، ما عم بطلب من البنت تروح تصالحه تصير أصحاب معه. ما عم بطلب منه ان ما عم بطلب منا انه تفتح صفحه جديده معه وتفوتوا حياتها. لا، انا بدي دافع عن حالي والي حق دافع عن حالي، والي حق كون ما عندي ثقه باللي اذاني اذا بدي. اوكي. حسب الكيات. أوكي. ولكن انا بدي سامحه تيبطل في غضب جواتي. انا بدي سامح تالخير يطلع من جوات قلبي، والا ما فيني احكي كلمات خيره. اذا ما بدي اروح اكثر. نعم. يعني انا وقت بدي سامح على الاخر. نعم. فيك توصف لي شوي انا شو القصص اللي لازم افكر فيها، شو اللي لازم اعيشه؟ نعم. يعني شوي هيك هيك رح اخذك. فهمت شو شو عم بتبرحش، بس رح اخذك شوي على مطرح هيك حد سؤالك. انا لايف كوتش وبشوف عالم، واغلبيه الناس بيجوا اكيد موجوعين وغضبانين من علاقاتهم وهيك. انا لو مش مسامح الناس اللي اذوني بطفولتي وبحياتي، وبيجي لعندي شخص موجوع بطفولته، شو بعمل فيه كنت؟ بالمبدا لازم تكون عم تشعل له غضبه اكثر، لانه عم تنقل الغضب اللي فيك والم اللي فيك لأبدا. الاخر عم حط زيت على النار. صح. فاذا انا تقدر اوقف، انا كلايف كوتش تقدر ساعد الانسان اللي بوجهي، تكون انا متصالح مع حالي ومسامح يلي اذاني. إيه، وعارف شو عم يصير معي بحياتي تيطلع منطق مش ردات فعل. صح؟ هيدا انا. طيب ليش الانسان الموجوع بيجي عند لايف كوتش ما بيروح عند الجيران؟ بتعرف ليه؟ لانه الجار شو بده يقول؟ يعني تخيل مثلا صبحيه اثنين صبايا، وحده منهم عم عصبه انه جوزها
ما بيقول لها نعيما وقتها تعمل شعرها وغضبانه وشو هالرجال ما بيحسوا او شيء من هالنوع. تخيل صاحبتها تقول لها هيك بأدي هالكلمه، ما كلهم مثل بعض. شو عم تقول لها؟ إليك حق تضلك غضبانه عليهم وهن هيك، خليك غضبانه. عم تحط زيت على النار، عرفت كيف؟ ما هيدا غضب. انا شو بصير هون؟ بصير انا اشتر رفيقتي قالت لي إلي حق اغضب، ببقى فيه. وبتعرف شار شو؟ فينا نبقى فيه 20 و30 سنه هالغضب، ويمكن اكثر، ويمكن اكثر اذا ما بنقرر، اذا ما بنقرر، واذا ما بنلاقي الشخص المناسب يكون عم بيعطينا مفاتيح سماويه. كمان ندعيهم يحضروا اول حلقه، لانه حكينا عن فكره كثير اساسيه. انا مش مدعو بس تما اعمل غلط، انا مدعو تعمل خير. يعني انا اذا شخص اجى لعندي عنده وجع ومشكله، لازم اعرف مد يد المساعده وساعده. تقدر اعرف مد يد المساعده بدي اكون متحرر من وجعي ومقدمه مع يسوع ومسامح. ما تتخيل كلمه المسامحه شو بتعمل شفاء للاخرين ولالي. اصلا كل اغلبيه اللعبه بالمسامحه، وبشغله رح نحكيها بحلقه لقدام، هيدي نص الشفاء تبع البشريه هي المسامحه. انه انا اقبل انه الاخر ممكن يكون عم بيغلط، لانه هو كمان موجوع. نعم. هو كمان عنده اسبابه، هو كمان عنده غضبه. نعم. اليوم هو بموقع الاذيه، يمكن انا بكره اكون بموقع هو مع شخص اخر. نعم. بدي اكون عم بتقبله، بدي اكون عم بتقبل حالي. وبدي يكون عم بقبل انه هيدا ضعف فيي، انه انا غضبان، انه انا موجوع، وبدي يكون عم بشتغل على صورة الله اللي فيي، يلي هي قادرة تكون عم بتسامح وعم تقدر تتقبل الاخر. نعم. وتقشع صورة الله اللي فيه لحتى تمشي لقدام. سمعتك كلمة كلمة. بدي زيد انه هيدا الشيء اللي قلته مش يعني عم بعطي تبرير للشخص اللي عم يوجعني. انا ما عم بعطيه تبرير. وانا وقت اقول مسامحه هي منه شيء علاقه قائمه بيني وبين اللي اذاني، هي قائمه بيني وبين نفسي، واذا بدك بيني وبين الله. هيدي هي. لانه في كثير ناس بمفكرين انه بيقدروا يفصلوا مشاعرهم، انه انا غضبان مع صاحب الشغل بس هلا بروح على بيتي بكون مرتاح. انا انسان واحد، المعصب وغضبان هون بده يجر على بيته. مش انه بس توصل على شغلك مش لحيدا الانسان، حط مشكلتك برا المكتب، برا الهيدا، وبتفوت على المدرسه، على المدرسه او على حي الله مطرح انت بتشتغل فيه، ما بتفوت وجعك، وبس ترجع على البيت ما بتاخذ شغلك وتعبك على بيتك. هيدا الشيء منه كثير دقيق، والانسان ما بيقدر كثير يكون عم بيعيشه. انا مش مع هالفكره، وغلط ومنها منطقيه، بس في ناس بيستعملوها لانه بيعتبروا انه هيك بتريحهم. بس انا بعتبر انا انسان واحد، النهار اللي بكون متخانق مع جاري بيجي على الشغل ما لي نفس اشتغل. بشاره نحن عم نحضر سوا، تشاركنا بايه من افسس، حابب انه نكون عم نتشاركها مع مشاهدينا. نعم. ولا تحزنوا، روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، لينزع منكم كل مرارة وسخط وغضب وصراخ وتجديف وكل سوء. بدي منك بشارة بدقيقة واحدة تكون عم تختم الحلقة بنصيحة هيك سريعة لمشاهدينا. مار بولس نصحهم، عطاهم أمر، شيلوا كل سخط وسوء وكل غضب. ما قال لهم اذا انتم بدكم واذا حاسين بالمود انتم او اذا شاعرين حلو هالشيء، عم يقول لهم شيلوا الغضب من قلوبكم بفعل امر مار بولس قاله. مار بولس اوقات كثير بنحسه انه هيك جبار وهيك، بس كثير حنون وقت يعطي يقول هيدا الامر، لانه بيعرف قديش نحن بنرتاح وهيدا لمصلحتنا. عم يقول لنا وقف على اجريك، شيل هالغضب اللي جواتك لان انت بتستاهل. حرام تفش خلقك بجسمك، بالنوم، بالمخدرات، بالاباحيه، لان كل هو هن عوارض الغضب. حرام حرام، انت بتستاهل تكون على صوره الله ومثاله وهيك بتنبسط، فكرمالك سامح. شارة ميرسي كثير، نشكر الله عليك. مشاهدينا رح تغضبوا بس انبسطوا، في مفتاح من السماء اسمه المسامحه، استعملوا والله معكم. Thank you.